المهدي اسمه في المهد. نفتح الآن باب للنقاش وللأسئلة ونعطيها 4-5 أسئلة. نتمنى يعني من كل شخص اسمه ومكان عمله. تفضل يا عم. والسؤال لمن موجه طبعا؟ الاسم، مكان العمل، السؤال لمن؟ لكن لما ضفنا البيز نقصت الخسائر. نقصت. إيجابي. الشغل السلبي الوحيد إنه البور فاكتور نقص حقيقي. بس البور لوسز نقصت. يعني في ماكسيموم لود كانت 0.136 نزلت على السبيدر هذا صارت 0.1. ليش طبعا؟ لأنه أنت قللتي نقل الريال باور في الشبكة، قلل الكارنت فقلت اللوسز. كان عشوائي، كل بيت بنعمل شغل ماسوره المي مش ممكن يرس، ما فيش ارس كامل يحكوا عنه. وبدايه الثمانينات لا صار تطور اكثر، صار تطلب شركه الكهرباء بلديه غزه توضع مسامير او سياخ الالكترود في كل بيت او يعملوا شبكات الكترود، يعني اهتموا شويه بالارضي. وكان امال الحياه هذا من بدايات، يعني سبحان الله كنا نواكب التطور رغم وضع غزه، يعني كل شيء جديد نركبه عندنا. الأمان الإرثي هذا كان يركب عندنا دائما وممنوع يعني ياخذ قرار بشكل كهرباء لتركيب هذا الأمان، لدرجه انه كنا في مصر بس مصاهرات قديمه فيوزات اللي بروح على مصر كان ياخذ معه هديه أمان الحياه هذا هديه للناس اللي بروح على مصر. فكان عندنا كل تطور موجود. لكن المشكله الرئيسيه اللي بنوجهها للبروف سامي حنا، هل في امكانيه نعمل ننصب هذا المؤتمر توصيات المؤتمر القادمه نخلي الشبكه الرئيسيه تكون 5 خط، يعني يكون الارضي شيء مسلم به وواجب من محطات التوليد يجعل به مؤرض وجاهز، ما يمكنش عام لانه